أم عمر، مساء الخير. مساء النور. أم عمر، أنت أم لكم ولد؟ لا، عمر وسارة. أم عمر وأم سارة، شو أكثر شيء بتخافي منه أم عمر؟ اني انحرم من ولادي. حرمتي من أهلك؟ ايه، توفوا؟ ما بعرف عنهم شيء، بس امي وبي انفصلوا عن بعض وما عاد اعرف عنهم شيء نهائيا. قديش كان عمرك لما انفصلوا عن بعض؟ 6 سنين. مع مين كبرتي وكيف كبرتي؟ أمي حطتني عند بيت أهلها، عند بيت جدي، كانوا عايشين بسوريا. حطتني عندهم وفلت، وزوجوني هن إجباري عني. وين فلت؟ تزوجت، تركت بنت عمرها 6 سنوات؟ إيه، وفلت. تتذكري اللحظة اللي انفصلتي فيها عن بيك أو اللحظة اللي انفصلتي فيها عن أمك؟ لأ، عن بيي. شو بتتذكري عن هذا الأب؟ إنه حنون. وشو بتتذكري عن أمك؟ إن قاسية. ليش الأم بدها تحرم حالها من بنتها؟ لأنه هي حرمتنا وحرمتني من بيي. مين قال لك؟ ما حدا قال لي، أنا شفت بعيني. ذاكرة الطفلة عمرها 6 سنوات هيك مذكرة؟ إيه. لما كبرتي وكنتي عن بيت جدك، بيت جدك شو قال لك عن هذه اللحظات؟ شو قال لك عن مكان بيك؟ شو قال لك عن بيك؟ شو قال لك عن أمك؟ صرت حاول إني أسألهم عن هذا الشيء، صار يغيروا المواضيع. قلتي جوزوكي غصب. إيه. قديش كان عمرك لما تجوزتي؟ 16 سنة. 16 سنة، بس بعمر 16 سنة قبل الزواج كنت قادرة تسألي، شو قدرت تسألي عن أمك؟ شو قدرت تسألي عن بيك؟ شو قالوا لك تفاصيل أكثر ستك وجدك؟ قال أمك وبيك صار في خلافات بيناتهم وفصلوا، مو انفصلوا. أمك تزوجت وراحت، وبيك ما عاد نعرف عنه شيء. خلال هذه الفترة الأم ما أجت ولا مرة عن بيت أمها؟ يعني أمك ما أجت عن بيت جدك؟ لا. أبداً؟ لا لا. ما أجت سألت عن بنتها؟ لا 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 أبداً. بهالوقت بيك سأل؟ بي حاول يتصل فيني. مين قال لك؟ لأن اجيت أنا لأحكي معه ياخذوا التليفون مني وما يخلوني أحكي معه. يتواصل معك وين؟ أرقام بيت جدة بسوريا. يعني حرموني من هاي اللحظة إني أسمع صوته. يعني يا ريت لو بعرف عنه هالقد. ليش اليوم عم بتزيد الحاجة إلى الأب؟ أنا بحب بيي كتير. أنا وأمك؟ أمي لا، ما بحبها، إنه هي سبب حرماني من بيي. هي لو إن أم صالحة ما كانت تتركنا. بس البي لو بده بنته كان فتش عليك. يمكن ظروف ما تخلته يدور. هو بيعرف مين أمك وبيعرف مين أهلها. إيه؟ وبيعرف يوصلهم إذا بده يوصلهم. طيب ليش ما وصلهم لكان؟ ما بعرف. ليش عم بتكوني جازمة بالأم إنه الأم ما بدها، وللبي عم تعطيه تبريرات انه ما بتعرفي، ولكن انت كبرتي والبي فيه يوصلك، ممكن يوصل من الاقارب من الاصدقاء. ما بعرف. انت حاولت تفتشي عنه؟ لا، ما حاولت. ليش؟ اني ما بعرف عنه شيء، ما بعرف كيف شكله، كيف بدي افتش عنه. بتعرفي اسمه؟ بعرف اسمه. شو اسمه؟ عايد. انت بعدك بتستخدمي اسمه؟ ايه. يعني اذا هو بده يفتش على بنته كان حط اسمك وكان لقيتي على مواقع التواصل الاجتماعي. في 100 اسم مثل اسمي يمكن، 100 اسم مثل اسمه. حاولتي؟ حاولت بس ما لقيت نتيجة نهائيا. يمكن هو قدامي وما قدرت لاقيه، لأني ما بعرف شكله نهائيا. بس تعرف الاسم؟ بعرف الاسم. وبيعرف الاسم؟ ايه. وين ساكنة بلبنان؟ بوادي خالد. ليش بوادي خالد؟ تزوجت لهنيك. وقت كان عمرك 16 سنة وين كنت ساكنة مع بيت جدك؟ بطرابلس. ما في حدا صلة وصل كان ممكن يكون بين البي وبين الأم أو بين أصدقاء مشتركين؟ لا لا أبداً أبداً. أنا عم فتش على امرأة بوادي خالد. تعرفي امرأة سورية ساكنة بوادي خالد من حمص؟ في كتير عالم عايشة من سوريا ومن حمص ومن حلب، من أي مناطق؟ عايدة. عايدة؟ أول مرة بسمع بهيك اسم. برأيك بيك وين اليوم؟ ما بعرف، ما بعرف عنه شيء. شو الاحتمالات الموجودة عند البي؟ أي شيء، كل شيء. لأنه أكيد اللي صارت الأحداث بسوريا كل العالم طلعت، ما ضل حدا، فأكيد هو كمان طلع من سوريا. وين؟ ما بعرف، وين راح، وين صار؟ ما بعرف.
بتعرفي ليش انت اليوم ضيفتي وكيف انت ضيفتي اليوم؟ لا حالك كيف؟ في مرأة من حمص وصلتني إليك وادي خالد، مشان هيك انت ضيفتي اليوم. ام عمر؟ تفضل. شو اسمك؟ هاي. بتعرفي هيدا مين؟ تتذكري هالوجه؟ هيدا الشخص عنده 3 أولاد واليوم عم بسأل ذاكرة طفلة عمرها 6 سنوات، عبد الله. يعني لك شي الاسم عبد الله؟ اسم خيي. عبد العزيز بيعني لك شي الاسم؟ خيي كمان. ابو عبد الله من تركيا. ابو عبد الله عنده عبد الله وعبد العزيز، وعم بفتش عن بنت ضايعه من 12 سنه. ابو عبد الله عم بدور عن طفله، كانت طفله من 12 سنه وطفله اسمها آية. آية يا ضو عيوني حبيبي، أنا أبوك، أنا أبوك اللي عم دور عليك يا قلبي، لي 12 سنة عم دور عليك آية حبيبتي. ظلموني والله، ظلموني لك يا أبي، والله ظلموني ظلم، بعدوك عني والله العظيم، ظلموني والله العظيم. أنا بدي إياك يا أبي تسامحيني، مالي ولا ذنب أنا ولا 1%. لك يا ضو عيوني أنت يا روحي. ليه ما حاولت تدور علي؟ يا ابي والله حاولت، ما خليت محل يا ابي، والله العظيم ما خليت محلك يا ابي، ما خليت محلك يا ابي. يا آية عطول ما فرقتني صورتك عني، والله العظيم والله العظيم. لك انت روحي وقلبي، والله دمروني انا، غيابك عني قتلني لك يا ابي، والله العظيم يا ابي. عندك انت عبد الله اخوك عمره 23 سنه، وعندك اخوك عبد العزيز، هذول كانوا عطول معك، ما يفاروني ما يفاروك اخواتك يا ابي، ما بيسألوني عن أمك، ما بيسألوني، بيسألوني عنك بس، لأنه يا أبي حرموني منك، أمك حرمتني منك، وحرمتك، حرمتك شافت إخواتك، وحرمتك شافت أبوك، ولا كمان يلي بعدتني عنك، إجا الحرب بعدتني عنك وعن فرائك يا أبي. أبو عبد الله، فقدت بنت عمرها 6 سنوات، اليوم عم بتشوفها امرأة متزوجة وعندها أطفال، أم عمر. يا رب لك الحمد، يا رب لك الحمد يا رب. اي ملامح وجه بعد نفسها لآية بعد 12 13 سنه من الفراق؟ ما تغير شيء فيها، بالعكس انا شايفه مجوهره، مجوهره عندي اياها جوهره. أمر شايف، أمر مصور والله يا استاذ مالك، بس هلا انا عم موت يا استاذ مالك اكثر. هلا انا عم شوفها بس صوره، اما لو اني بشوفها غير يا استاذ مالك، انا هلا متاثر كثير انا، لانه فراق قتلني، ذبحني ذبح يا ابي. هلا انت كسرتيني، كسرتيني اكثر من قبل، والله كسرتيني اكثر من قبل، شفتك وما انا حسان ضمك لك يا ابي، ما انا حسان اشف فيك. انا بحبك كثير يا ابي. ابو عبد الله، اليوم لاول مره لقاء بعد سنوات جائحة كورونا وقيود السفر ووضع اللاجئين السوريين في تركيا، عم بتحتم علينا انه يكون اللقاء لاول مرة بعد هذه السنوات عبر الشاشة وعن بعد، ولعله اليوم عم نحاول نرجع وتحاولوا انتو تبنوا هذا اللقاء بعد سنوات من الفراق، ولسخرية القدر، ولسخرية القدر من بعد ما فتشنا عنكم على مواقع التواصل الاجتماعي كنتوا كتير قراب من بعض وما كنتوا عارفين، وبي ما كان عارف انه هيدي بنته، وبنت ما كانت عارفة انه هيدا بي. ويمكن في بعض الناس ما لعبوا هذا الدور التوفيقي بين بي وبنته، بترك الأسئلة والأجوبة للقدر، لعله ليلة بهذا البرنامج قدرنا نجمع
لأول مرة وجها لوجه بي وبنته بعد سنوات وسنوات من الفراق.